أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس التربية الإسلامية، حيث سأقوم بتفصيل دروس الأسبوع الرابع من مادة كتاب الصف السابع التي سنقوم بتناولها. لذلك لابد أن أذكر الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. أهداف الدرس: أن نذكر محتويات الأسبوع الرابع، وأن نتعرف للأهداف المرجو تحقيقها من كل درس مع التفصيل في بعض معلوماتها. أول درس من دروس هذا الأسبوع هو تلاوة لآيات سورة ياسين، ولكن عندما نتعلم تلاوة الآيات فإن علينا أن نتقن أحكام التلاوة والتجويد، وأحكام التلاوة والتجويد التي سنطبق عليها في هذه الآيات هي مخارج الحروف. فمخارج الحروف هي الخيشوم، الشفتان، الجوف، والحلق، واللسان، ولكل مخرج من هذه المخارج حروف محددة. فالخيشوم منه الغنة، وهم حرفي النون والميم. أما الجوف فهي منه تخرج حروف المد، الألف والواو والياء. أما الحلق فمنه الحروف الغين والخاء، العين والحاء، والهمزة والهاء. أما الشفتان فهي الواو غير المدية، والباء والميم والفاء. جرب عزيزي الطالب أن تتحدث بهذه الحروف لتعرف كيف تنطقها صحيحة. اللسان الراء والنون، الطاء والدال والتاء، الظاء والذال والثاء، الضاد واللام، الشين والجيم، والكاف والقاف، والياء غير المدية. إذا سنتناول مخارج هذه الحروف ونتحدث عنها، ثم ستقوم بتلاوة هذه الآيات والتدرب عليها والتعرف إلى موضوعاتها، ولكن ستقوم بالاستماع إليها من موقع تنزيل بصوت القدوة القارئ، ثم تتدرب عليها بعد الاستماع لها. سأقوم الآن بعرض بعض هذه الآيات من موقع تنزيل لتتعرف للفكرة المطلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. يكفي أعزائي الطلاب، إذن هذه هي الآيات التي سنطبق عليها مخارج الحروف التي سندرسها هنا. أما الدرس الثاني الذي سنقوم بالحديث عنه هو درس جميل بعنوان نعمة الماء، وكما قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأساس الحياة هو الماء، وما أجمل أن نتحدث عن شيء هو أساس حياتنا. إذا سنتحدث عن استخدامات الماء، وهذا أمر نقوم به جميعنا، فاستخدامات الماء كثيرة، منها ما هو على الصعيد الشخصي كالاستحمام والنظافة والشرب أيضا، فأنت تعلم من منظور علمي أنه عليك أن تشرب كميات كافية من الماء حتى تحافظ على جسمك. هذا على الصعيد الشخصي. أما على الصعيد الخارجي فنحن نستخدمه للزراعة والصناعة وأمور أخرى، والحيوانات والنباتات تعتمد عليه، فلا يمكن أن نحيا
دون ماء. إذا الماء مهم، فهو أساس حياة الكائنات الحية، إنسان وحيوان ونبات. سنتحدث عن الأقطار التي تهدد الماء، فأقطار الماء كثيرة، وأعظمها الملوثات التي تحيطنا، وأيضا أقطار الجفاف. أذكركم أعزائي الطلاب بأنه سيكون لديك الكثير من المصادر في صفحات المنصة التعليمية لتعود لها وتشعر بالقدرة على الفهم أكثر، لذلك عد إلى هذه الصفحات متى شئت، وأشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. إلى اللقاء.